أمام مرئتكم موقرة مؤازرة لكل من ضحية فيسبوك، ضحية واتساب، ضحية تليجرام، ضحية اليوتيوب. سيد الرئيس، هذه التطبيقات دمرت حياة الناس، خنقت الأنفاس، قلبت حياتهم من الأساس وجعلتهم بلا إحساس، بعدت المسافات وأغنت عن اللقاءات بأقصر الرسالات حتى في أعظم المناسبات، قتلت المهارات وغيرت المسارات. شكرا لكم أستاذ طهري. تفضلوا الأستاذ عبد الواحد جمال الإدريسي، مناصح مؤسسة مناسبة قادمة، أستودعكم الله لا تدع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصالحة هو كل تشتغل كافة مكوناتي بطريقة عضوية، والمصالحات المتغيات والمستهدفة هي ثلاثة أنواع من المصالحة: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، ثم المصالحة مع المجتمع بكافة قوانينه وتشريعاته ونظمه ومؤسساته. بطبيعة الحال المصالحة مع الذات هي مصالحة مع كل مكونات الذات. نتحدث عن البعد الوجودي، عن البعد الفكري، عن البعد الوجداني، عن البعد الاجتماعي، عن البعد السيكوحركي. ولذلك هناك دروس في البستنة، لأن البعد السيكوحركي أيضا له أهميته. هناك البعد المتصل بالذاكرة، وهناك البعد المتصل بتمثل المحيط، وأيضا البعد المتصل بحلم هذا الإنسان وتوق هذا الإنسان، وهي أمور لا بد من أن تتم ملامستها بطريقة تكاملية وعضوية. المصالحة مع النص الديني بطبيعة الحال أول ما تتم تجليته هو أن هذا النص عبارة عن ما يزيد عن 140 ألف نص مؤسس، وهذه النصوص لا بد من حقيبة عدة لفهمها بطريقة فيها هذا العضوية وفيها هذا التجلي التكاملي لهذه النصوص، والتي تتغير إسعاد الإنسان في العاجل وفي الآجل. تقاسم بعض مكونات حقيبة العدة هذه كان يتم تقبله بشغف كبير من لدن النزلاء المستفيدين من هذا البرنامج، وكانوا يستشعرون مدى وظيفية تملك هذه العدد لفهم النص الديني. ولذلك العملية تمت بانسيابية بالغة، حيث أن التقبل والتلقي كان بهذه الشاكلة يمكن من تمثل الهندسة الكلية للدين، وتمثل دور الإنسان في العبور بالدين إلى ذاته وإلى مجتمعه من حوله. طبيعة الحال الشق الثالث، والذي هو المصالحة مع المجتمع، كان ذا أهمية خاصة، لأننا قد استعنا بعلوم وخبرة مجموعة من الخبراء، سواء في المجال الحقوقي أو المجال القانوني أو المجال المتصل بإعادة الإدماج، وكل هذه المكونات شكلت باقة قد تركت أجمل الأثر على النزلاء، وقد عبروا عن ذلك في برقية الولاء المرفوعة بالمناسبة إلى مولانا أمير المؤمنين أدام الله عزه. نفذ برنامج مصالحة تجسد بوضوح العناية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله برعاية والأوفية، فهذا البرنامج الغني والمتنوع مكننا من فهم قويم لدين الحنيف القائم على مبادئ الاختلاف والتسامح والانفتاح. وكنشكر من هذا المنبر الأساسيدة كلهم، كل حسب اختصاصه وصفاته، لا في المجالات الدينية ولا القانونية ولا الحقوقية ولا الاقتصادية ولا حتى النفسية، على جميع الدروس وعلى جميع الأوقات اللي بدلوها والغالي النفيس والمسافات اللي كانوا كيضربوها من أجل حضروا معنا في السجن سالم من أجل هذا البرنامج. كنشكر الجميع شكرا جزيلا.